يمكن الحديث مستمر عن الذكاء الاصطناعي طول الوقت وتطورات الذكاء الاصطناعي، وانه بقى بيدخل في كل تفاصيل حياتنا. يعني تطبيقات كتير، كل يوم بنصحى نشوف تطبيق جديد، ويمكن الكلام كان يعني كتير جدا الفتره اللي فاتت على تطبيق اسمه تشات جي بي تي، و قد ايه انه التطبيق ده ممكن انه يحل حاجات كتير جدا جدا جدا، وينافس الكثير من التطبيقات اللي موجوده بالفعل بتعمل نفس الموضوع. يعني مثلا انت ممكن تساله عن افكار لشغل جديده السوق دلوقتي محتاجها، تساله عن ازاي تنمي مهاراتك في شيء ما، تساله عن انه يعني محتاج مثلا اكتب بحث عن حاجه، اكتب موضوع عن حاجه، انا بديله الحاجه اللي انا محتاجه اكتبها. يعني عايزه اساله مثلا عن عندي انترفيو، ممكن الاتش ار يسالني في ايه، كل شيء بيتم اجابته وبالتفصيل. ويمكن في بلاد الطلبه استخدموه كوسيله للغش، واعتقد ان هو عشان كده يمكن اتقفل في بعض البلاد. تطبيق قالب الدنيا، الناس كلها بتتكلم عن التطبيق اللي بيحصل، اللي بيقدمه هذا الموقع او تطبيق اللي اسمه جي بي تي، ويمكن بنتكلم على انه يمكن ينافس جوجل. دلوقتي بنتكلم بشيء من التفصيل، معانا على التليفون مهندس بهاء البزار، رئيس احدى شركات البرمجيات المتقدمه. مساء الخير عليك يا باشمهندس، ويعني لو تعرفنا كده ببساطه ايه هي التفاصيل التقنيه لتشات جي بي تي، وهيفرق ايه وهيقدم ايه مختلف عن التطبيقات المشابهه الموجوده بالمثل. مساء النور على حضراتكم جميعا. هو طبعا موضوع مهم ومثير جدا، واثار الدهشه عند جميع الناس من نتائجه، فالنتائج اللي بتخرج من تطبيق زي شات جي بي تي اثارت الدهشه عند الناس. انما انا يتهيألي بعد الكلام اللي هنتكلمه دلوقتي الامور هتتضح للناس، وهتعرف ان الموضوع ما هو الا تطور طبيعي وتقدم في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقميه. لما نيجي نبص مثلا عشان نبسط للناس هو ليه شات جي بي تي ويعني ايه شات جي بي تي، هنبتدي الاول من محركات البحث التقليديه اللي ابتدت تاخد مني كلمات بحثيه او سؤال معين، وبعدين تبتدي تسترجع من البيانات اللي دخلتها الناس ودخلوها الاخرين والشركات باجابات ونتائج بحث، انا ببتدي الاقي الحاجه بتاعتي فيها. طيب ايه اللي حصل؟ ايه الطفره اللي احنا زادت علينا علشان يظهر حاجه زي شات جي بي تي؟ خلال الفتره اللي فاتت، خلال ال 20 30 سنه اللي فاتوا، الناس كلها المستخدمين بشكل كبير جدا، وخاصه من خلال المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي، ابتدوا يدخلوا بعنف وبقوه وباحجام غير مسبوقه على مستوى البشريه محتوى بايديهم هم ابتدوا يصنعوه، فابتدى يبقى في ماده خام كبيره من المحتوى. الماده الخام اللي الناس دخلتها بايديها ديت هي الماده الخام بتاعت شات جي بي تي على مستوى الانترنت كامل. فاصبح ان دلوقتي عندي مدخلات من الاشخاص العاديين المستخدمين عبر ازمنه مختلفه، في حالات مختلفه، في ثورات، في افراح، في احزان، في اوضاع كثيره جدا. فابتدى شات جي بي تي الخوارزميات بتاعته تتبني مش على عمليه استرجاع النص المباشر، لا، على عمليه تحليل النص وتحليل الاوضاع والازمان للاشخاص. فابتدى يحلل التصرف، ابتدى يحلل تكوين المحتوى اللي بيقدر يكونه الشكل الادمي. فالنهارده لما بيجي حد يفتح موضوع ويسال شات جي بي تي انا ايه احسن مثلا وظيفه اشتغلها، فبيبتدي هو يعمل ايه؟ يبتدي هو يرجع لمكونات البحث ويبتدي يكونها من التحليلات اللي هو بناها. يعني هو مفاتيح البحثيه بتاعته مش مفاتيح كلمات مباشره، هي التحليلات اللي هي اتبنت من خلال الناس اللي قبل كده، ويبتدي يطلع بعد كده يكون النص السليم من الشكل الإملائي والشكل النحوي. فتبتدي تطلع الجمل المتناقضة، بعد يبتدي يركب المكونات الخاصة بيه ديت، ويبتدي يطلع لي الإجابات في الشكل اللي هو النصي دوت أو الشكل الواضح دوت. فهو دوت هو ابتدى يعمله، فهو عبارة عن خوارزمية بتسعى مبدئيا الشركه اجرت بعض الخوارزميات السابقه ليها لتحليل مدخلات الناس خلال الفتره اللي فاتت، عشان تقدر لما انا اجي ادور فابتدى يجيب لك نتائج، وابتدى هو يقدر يصنع محتوى جديد او نص جديد مبني على هذه النتائج
اللي هو شغال عليها، ده اللي بيحصل لغايه الان. اللي هيحصل الفتره القادمه وهو شغال هيبتدي هو يبني خبرته يعني الخبره بتاعت السيستم نفسه بقى، ان هو يبتدي يبني خبرات من ردود افعال الناس على الاسئله وطبيعه الاسئله وانواع الاسئله وهكذا. فدوت الموضوع، ولو حبينا نبسطه للناس لان دي نقطه مهمه جدا. طب هل اللي بيعمله شات جي بي تي ده الانسان الطبيعي ما يقدرش يعمله؟ لا، هو موضوع عادي، هو لو في انسان عنده قدره انه يذاكر المحتويات دي كلها ويحللها كلها هيوصل نتيجه، زي ما الكالكوليتر او الاله الحاسبه طلعت. الاله الحاسبه اول لما طلعت هو الانسان كان بيقدر يجمع رقمين في بعض، ثلاثه في بعض. بعد كده ابتدى الاله الحاسبه يتفوقت على الانسان في سرعه الاداء، ان هي بقت تقدر تضرب مثلا رقمين مكونين من 10 ارقام او 10 احرف في وقت بسيط جدا. ده اللي بيعمله الشات جي بي تي، هو ابتدى يعمل بروسيس او عمليه صعبة على الإنسان إنه يعملها بقدراته العادية، إنما بيقدر يترجمها في وقت أقصر وأقل بكتير. ده كده باختصار يعني الشات جي بي تي هو تطبيق، وهيبقى له تطبيقات منافسة بس في شركات هتنافس، وهو تطور الطبيعي يعني للموضوع. الهدف منه إن هو يبقى ركيزة أولى لبناء المساعد الرقمي أو المساعد التقني، سواء بقى نحطه في شكل قالب على هيئه مثلا انسان او على هيئه بوكس او على هيئه حاجه، بس هيبقى في شكل معين انا بقدر اكلمه مثلا فبيقدر يرد عليا. طيب هل هو هيقف هنا بس؟ لا، هو بالتوازي شغال على جزئيه ان هو يقدر يبني تطبيقات من بغير مبرمجين، ودي حاجه هو محتاجها، ان هو يقدر يبني تطبيقات من غير مبرمجين على اساس يبقى كمان قدر يضيف لنفسه قدره البناء الخوارزميات. يعني احنا هو خوارزميه معينه هي شغاله، وفي نفس الوقت الخوارزميه دي بتعمل حاجه. طب هو النهارده هيقدر يبني برنامج لنفسه، فبناء عليه لو انا جيت قلت له هو انت عايز انا دلوقتي اشتغل على حاجه ازاي اعمل مثلا شيء معين، هو الشيء دوت هو مش عارفه، هيبتدي يقول لك طب انا ازاي اعملها، فتقول له انت بتعمل 1 2 3، هو يبتدي يبني برنامج لنفسه بالخوارزميه ويقدر يعمل اللي هو بنسميه النو كود بروجرامينج، ويبني هذا البرنامج لنفسه ويبتدي يغذي بيه نفسه. فهو كده فتح المنطقتين، تغذيه المحتوى الذاتي، تغذيه البرامج الذاتيه، فابتدى يبقى هو ابتدى يبقى عندك حاجه ايه؟ يعني شبيهه كده لشيء بيقدر يتكلم معاكي ويتفاعل شبه الادميين، وبيقدر ياخد اكشنز ويشتغل برضه بشكل يعني ياخد اكشن على الارض. ده لغايه النهارده اللي بيحصل. بكره هيحصل ايه وبعده هيحصل ايه؟ الموضوع واضح، مش محتاج يعني اسئله كتير. لو احنا فكرنا في بكره، هو بكره المفروض ان هو يبتدي يتدخل بقى معانا بقى اكتر في الحياه. يعني ان انت تكتب نص دي مش ازمه، ان انت تعمل حاجه دي مش ازمه، انك تسال سؤال دي مش ازمه، بس انت ازمتك انك تطوره وتبقى تخش في حاجه ازاي تبقى اكثر ذكاء من الذكاء الاصطناعي، وازاي ازاي يا باشمهندس يعني زي الافراد العاديين، لانه الموضوع دلوقتي ما بقاش حكر على المتخصصين، ازاي يطوروا من نفسهم علشان انهم يعني الذكاء الاصطناعي ما يقضيش على القوى البشريه، بالعكس يساعدهم في تنميه مهاراتهم. بالظبط بالظبط، بحيث ان هم يعني هيبقى هنا في يا فندم الجزئيه اللي احنا طول عمرنا بنحاول ننصح بيها الناس، هو الذكاء في السؤال. يعني انت خلاص انا عايز اتخيل انت بقى عندك اله بتحلل لك وبتعمل لك كل حاجه، بس ايه السؤال الذكي المنطقي اللي انا ممكن اساله علشان هو يساعدني، وايه المعطيات اللي ممكن اساعده بيها في السؤال؟ فلو انا جيت دلوقتي وابتديت ان انا اقول له انا عندي مش عندي ارض صحراويه، انا عندي الارض الصحراويه اللي هي من اللوكيشن كذا في كذا في كذا في كذا، وضعها كذا واحداثياتها كذا ووضعها كذا، ايه احسن طريقه تساعدني ازرع بيها؟ هو هنا ابتدى يساعدني فعلا للتطور. هو هنا ابتدى يساعد، انما لو انا قاعد اقول له انا مطلوب مني موضوع تعبير كذا يوم هو قايله لي، انا كده رحت بالجانب ان انا بقيت كانسان ادمي عايز ابقى مرفه واعتمد على التكنولوجيا، فبالتالي هيحصل فينا زي ما حصل الكالكوليتر، تجيبي شاب تساليه 7 في 9 بكام ما يعرفش، الاجابه دي مش عنده. او هيساعد مهندس انه في وقت اقصر ينجز ويبني مباني وكباري وحاجات عظيمه جدا، ومحاسب يعمل عمليات حسابيه كبيره جدا باداه في ايده. فاحنا ازاي هاو تو درايف وكيفيه قياده الذكاء الاصطناعي من اجل التطور البشري وخدمه البشريه، هو دوت اللي احنا المفروض بقى نوجه فيه ذكائنا ونبقى اكثر ذكاء فيه علشان نقدر يعني نقود هذا ونتقدم.
مش نستعمله في ان احنا اكسل اجمع 3+2 فانا بقى يبقى عندي بني ادم مش عارف 5. لا هو 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 دوت الشطاره يعني. هو ده بيحصل يا باشمهندس، يعني يمكن اطفال ما اعتقدش انه مصرح ليهم انهم يستخدموا الابلكيشنز دي، بيستخدموها بالشكل اللي حضرتك بتقول عليه ده، بيسالوهم عن الارقام والضرب والحساب وازاي اتعامل مع ده وياخدوا الاجابات جاهزه، وده حصل في بلاد كتير اكتشفوا مثلا الغش بتشات جي بي تي. اكزاكتلي هي ديت الحته اللي احنا عايزين نهرب منها او عايزين نوجهها صح. انا ذكائي في السؤال، ذكائي في معطيات السؤال، ذكائي في استخدام البشريه هو ده الاهم. انما لو انا اي ميس يوز او اسات استخدام الموضوع بان انا لقيته هو بيريحني في حته معينه فلقيت انا استريح، للاسف هيحصل بقى الحاجات اللي بقى ايه اللي يعني مش عارف بيقولوا عليه ايه اللي بتشوف في افلام الخيال العلمي. يعني ابتدى بقى انا اقل فكر والاله اكثر ذكاء مني واكثر علم، ونبتدي بقى في معركه. طب تعالي بقى نتخيل ان في مثلا شات جي بي تي 1 بيتناقش مع شات جي بي تي 2، دي كارثه بقى. يعني تخيلي حضرتك بقى احنا لغايه دلوقتي عم خير ان احنا اللي بنسال الشات جي بي تي. طب ما ممكن يبقى في شات جي بي تي، يعني تخيليه كده كافتراضي، وفي شات جي بي تي ثاني ابتدوا يتناقشوا مع بعض وابتدوا يطوروا بعض وابتدوا بقى يبنوا كيان الجي بي تي او كوائن الجي بي تي. فاحنا هنا في ايدينا احنا هل نسيب الاطفال ونسيب اولادنا يستعملوه ويغشوا بيه يعني ياخدوا شهادات بس عن ضعف ونخش في مساله احنا بنعمل ايه؟ ولا لان هو كمان خاصه الخوارزميات بتاعته الناتج بتاعها بيعدي البرامج اللي بتمسك حته الاقتباس. يعني حضرتك عارفه دلوقتي لما اي حد بيعمل بحث او حاجه في برامج بتقول لك نسبه الاقتباس قد ايه، واحنا كلنا في الدراسات سواء اللي هي اللي يعني الجامعيه او الدكتوراه او العليا او كده كله بيستعملها بحيث ان انا اعرف هو الطالب دوت مقتبس ولا ده نتاج فكره وبحثه. فالنهارده اللي بيخرج من الجي بي تي بيقدر يعدي دي، يعني ما بيعدي الاقتباس. فاحنا لازم فعلا نحاول نسيطر على حته الغش وهذه الاشياء، ونعمل منتديات ونعمل اجتماعات ونقف وقفه حازمه مع ما هي الاسئله الاكثر ذكاء بالمعطيات الدقيقه اللي تقدر تخلي الجي بي تي يشتغل بالخوارزميات بتاعته على كل ما انتجت البشريه الفتره الاخيره من محتوى وكده، بحيث ان هو يديني الاجابات اللي انا كان صعب عليا ان انا اجيبها لوحدي، او صعب عليا ان انا كبني ادم اجمع كل ما حدث في العالم من افكار في منطقه معينه. زي مثلا مساله انه يديني افكار جديده مثلا لمشروعات انا ممكن ابقى بعملها دلوقتي، ده شيء هايل انه يبقى في تطبيق يقدر يساعد الشباب لو احنا بنتكلم على انه عايزين نعمل مشروعات تتناسب مع اللي بيحصل دلوقتي عالميا مع الظروف الاقتصاديه العالميه، شيء هايل انه يبقى في تطبيقات تساعد في ده. بالظبط يا فندم، هنا 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 حضرتك اثرت فعلا النقطة السليمة وقلب الموضوع. لو واحد دخل قال له أنا إيه المشروعات المستقبلية اللي ممكن أعملها؟ هو هيقول له اللي عنده. إنما لو أنا دخلت وقلت له أنا عايش في مصر وأنا عمري كذا سنة وأنا قدراتي كذا 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 وأنا كذا كذا وأنا أقدر أعمل كذا وأنا إمكانياتي المادية كذا، فكيفية إعطائه المعطيات بذكاء هيساعده هو إن هو يرجع لي بنتائج أكثر واقعية ودقة. أخذها بقالب التنفيذ والتصور، هنا يبقى هو فعلا يعني قلب الموضوع اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي ده هو دوت المحرك الرئيسي. ازاي انت يساعدك تعمل افكار، ازاي يساعدك تتطور، ازاي يساعدك تتغلب على احد عيوبك، ازاي يساعدك تعمل كده. هو فعليا مش بيساعدك عن طريق ان هو بيجيب من كل اللي حصل قبل كده واللي بيحصل بطريقه خوارزميه معينه، ان هو في الاخر تطبيق قايم على ماده خام اللي احنا عملناها بايدينا خلال الفتره السابقه من العمر البشريه، وبيبتدي يطلع لي الافكار ديت، وفي الاخر طبعا بيحطها في النص السليم. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الشرح الكافي والوافي لتشات جي بي تي، المهندس بهاء البزار رئيس احدى شركات البرمجيات المتقدمه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.